الفايز بس على الطبيعه ما تدور خليه علينا. والله والله صحيح. الله الحمد لله نحمد الله على كل حال، نحمد الله والله ان شاء الله عام عام خير ورمضان طيب ونحن بصحه وعافيه، واهم شيء الصحه والعافيه، باقي كلام هذا دور ما دور. نحن شعب طيب، شعب والله شعب طيب نحن والله، نحن نب صحتنا وعافيتنا نحن والله، ما نب بصير مع الدوله، نحن معنا الله. سفيان صالح المنصوري. شنو تقول الشعب الليبي بمناسبه رمضان؟ نهني الشعب الليبي بمناسبه شهر رمضان، ونقول لكم سنه طيبين، وان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله ببلام شم الليبي على بعض ان شاء الله. شنو الاجواء الرمضانيه في مدينتك؟ والله جو ما شاء الله، جو ما شاء الله، امور ما شاء الله، اسعار في الاول صح راقيه شوي، لكن تو امور تمام، واسعار نازله، وامور ان شاء الله تقدم لتقدم ان شاء الله. عرفنا بحضرتك استاذ. سلام حسين بجلدي. شنو تقول الشعب الليبي؟ كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، وان شاء الله يعود علينا وعليكم بالخير ان شاء الله، ان شاء الله لموا ام جمل ليبيا كلها بالخير والسلامه ان شاء الله. شنو الاجواء الرمضانيه؟ الله اكبر عليك، رمضان ما شاء الله، وكل يوم في التقدم ان شاء الله. بارك الله فيك، مشكور. الله يسلمك وتسلم حتى.